مشاهد قناة شوف تي في، بث مباشر. نحن في البث المباشر مع واحد السيدة سبق وسجلات، لكن مع كامل الأسف السيدة تعاني بواحد العذاب لا يطاق. أم لخمسة أبناء، رجلها كان خدام، جروا عليه من الخدمة، كانوا كارين عندها بنتها تقريبا عندها 17 سنة، ولادهم. هي غتعرض لكم التفاصيل ديال الابناء ديالها كيفاش تشردات وكيفاش راجل كان خدام وجراو عليه. كانت سبقت وسجلنا معها، لكن بعد الناس الله يهديهم في لي كومونتير ديالهم تيهضروا معاها بواحد الاسلوب اللي هي اسلوب خيب، جي عندنا بغيناك نديرو ليك نفعلو ليك. حتى دخلت في نقاش مع الجوج ديالها اللي محملش داك لي كومونتير. تنتمنى من المتتبع قناة شوف تي في، مشاهد ديالها، القراء ديالها اللي متبعينها سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب، هاد السيدة إذا كان في إطار المساعدة قدموا لها يد المساعدة. ما كانش راه غير كلمة زوينة، كلمة زوينة راه، أو تيقول لك اليتيم إذا مشيتي مسحتي غير الدمعة ديالو راه صدقة. هي بالمناسبة يتيمة الأب ويتيمة الأم والأب. باش غادي باش ما نطولوش على المتتبع قناة شوف تي في، هي غتعاود لكم أشنو تفاصيل كيفاش كانت كاريه، كيفاش جراو عليها، كيفاش كانت، ما هي ما خداماش، تبيع غير الحوايج في واحد السوق. هي باش ما نطولوش اكثر كما قلت لكم نخليكم معاها. السلام عليكم. انا ولدي مرة مزوجة، عندي خمسة الوليدات. انا كنبيع في انانسي، مرة كنمشي سباتة، مرة كنمشي المسيرات كنبيع فيها حويجات، مرة كيجيب الله مرة ما كيجيبش الله. انا عيط لكم. ولدي درت اللايف المرة الأولى، بعد الرجال الله يهديهم كيعيطوا ليا، لدرجة أن ولدي البارح غادي معايا مسكين باش يبيع معايا، عيط ليا واحد السيد قال لي شوفي واش جاية انتي الأناسي، قلت لي ايه ولدي أنا على نيتي، قلت لي ايه ولدي أنا جاي معايا ولدي شي شوية، ويقول لي جي عندي للدار، قلت لي حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. ودوزت لي ولدي لحد من هضرت هضر معاه ولدي بدا كيبكي، بدا كيبكي قال لي ماما ماما هضره قالها لي خايبه حدي، قلت لي حسبي الله ونعم الوكيل. اللي ما قدرش يعاوني يقول لي كلمه طيبه باش بنادم يعيط ويطمع ويقول هكا. انا مره مزوجه عندي خمسة الوليدات، انا ماشي ساهل علي انني خرجت باش نبان، لانني وليداتي كنشوف فيهم تشردوا، انا فقنت راجلي، فقنت حويجي، فقنت حويجي في كراج واحد الراجل هو اللي عنده حويجاتنا. انا وليداتي مره عند بنت اختي بركة عندها هي كاريه بنيتها بحامله. هاد الشيء اللي كاين كنطلب من المحسنين، كنطلب من المحسنين يعاونوني. انا 16 عام عمرني بنت وجهي ومعمرني قلت بغيت، ولو عشت العيشه اللي ولادي في الفطره ما كيتغداوش، ولي يتغداو ما كيتعشاوش، ومعلمهم القناعه. يعني واخا ما يكون شي ناس، واخا الاعياد ما كيعيدوش مساكن، ما نهائيا ما كيعرفوش الكسوه اشنا هي، وما كنهضرش درجه كيقراو وكيقراو مساكن كينجحوا كينجحوا. انا عندي بنتي عندها 17 عام، عندي بنتي 17 عام ومريضه، مرضات ليا نفسانيا. يعني كنطلب من الله ومنكم اخوتي المحسنين توقفوا معايا، توقفوا معايا. انا يتيمه ما عنديش والديه، ما عندي حتى حد، عندي غير نتوما، بغيتكم توقفوا معايا. والله يرحم ليكم الوالدين، لا داعي ان شي واحد يعيط ليا ويبقى يقول لي هاد الهضره، حيت ربي اللي عالم بيا، حيت مهما بينت وجهي ربي اللي عالم بيا. عييت عييت، كنقسم لكم فمي بالله الا عييت. انا فارقه وليداتي، كل مره مع وليداتي في قنت، كل مره لدرجه كيعيط واحد السيد حتى هو داير كاميرا، قلت كل من حق بغى يشوف وليداتي ولادي، لدرجه انني بينت لي ولادي وبدا كيقول شي هضره اللي ما شنقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دابا كنطلب منكم توقفوا معايا، انا ما طالبه شي حاجه، طالبه غير في نسكن انا ووليداتي. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. انا ما عمرني بينت وجهي، ولو عشت شي حوايج اللي قاسيين، وما عمرني بينت وجهي. كنخرج كنمشي كنخدم عند العيالات كنبيع حوايج.
لله غادة اللهم لك الحمد، ولكن مني شفت بنتي غتشرد معايا عندها 17 عام، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، كنطلب منكم تعاونوني ومن جلالة الملك تا هو شوف من حالنا، رحنا ربي اللي مطالع بينا، رحنا عند كورونا والله ما كنلقى ما نوكل لوليداتي، انا فارقاهم كل مرة فرقاهم، مرة كنخليوك مرة كنخليوك، الله يرحم ليكم الوالدين لما وقفوا معايا. الله يجازيكم بخير اخوتي المحسنين، راه كنلقاوكم غنتوما، الله يجازيكم بخير لما وقفوا معايا. بغيت غير في نسكن ونجمع وليداتي، هادشي اللي بغيت، نخرج نعري على كتافي ما ياكل. الله يرحم ليكم الوالدين، راني عييت والله تعييت، ربي اللي مطالع بيا، ولو مريضه نسيت مرضي، مريضه بزاف الان، لدرجه ولدي دير كتيده ضرباتو حتى هي وحده بالطوموبيل، ما عقلتش عليه، ورغم داكشي كنعيط لها حتى هي كتقول لي ما عنديش، ولا اله الا الله محمد رسول الله، شوفوا من حالي. الله يجازيكم بخير، الله يثبت اجركم، هادشي اللي غنقوله ولدي عييت. خويا صرفوه من اسبانيا، هذا واجب ديالنا حنايا، تنقلوا معاناه ديال المواطنين، المآسي ديال الضعفاء والمستضعفين، باش نوصلوهم للرأي العام، ربما يدخلوا ذوي الحسنات او ذوي القلوب الرحيمه المحسنين، سواء داخل المغرب وخارج المغرب. هاد السيده كما تشوفوا دابا تتبكي تتألم، تتقول لك بان انايا سبقت جيت وكانت عندي واحد الفرحه، ربما تنقد، ماشي تنقد، انا عندي الهدف ديالي هو الابناء ديالي، هنا ولادها كي ولادها ماشي البنت الكبيره عندها 17 سنه، تقدري تقولي لنا العمر ديال الابناء ديالك؟ عندي ولدي 17 عام، عندي 12 عام، عندي ولدي عنده 8 سنين و 4 سنين ونص وعامين ونص. ولدي الراجل ديالك كان خدام، راجلي شايفور كورتي حدا الطاكسيات، كنخصم فمي بالله ودي، الا كينعس كيطلب مول الطاكسي، كينعس في الطاكسي، اقسم لك يمينا انا بغيتهم يعاونوني نجمع وليداتي. الله يرحم ليكم الوالدين، انا ولادي مقيدين في مدرسه كاينه في الازهر، سيروا سولوا عليا، انا كنت كنمشي نخدم يعني 16 عام، وحنا بنادم مهم على قد الحال عايشين بخير، كنقولوا اللهم لك الحمد، ولكن مع هاد كورونا ولدي راك عارف كل شيء ولدي، عييت بالكره، عييت من دار لدار، لدرجة أنا حويجاتي بعتهم، التلفازة ما عنديش، التلاجة مجيت عند المرا مسكينة تاهي الله يجازيها بخير عطاتها ليا، ما عنديش كل شيء، ما عندي حتى شي حاجة، عندي الله ونتوما، كنتمنى فيكم تعاونوني، عاونوني الله يرحم ليكم الوالدين، راني يتيمة وعييت، عييت راه لا إله إلا الله محمد رسول الله، راه عييت، الله يجازيكم بخير إلا ما عاونوني. والله العظيم إلا مشهد مؤلم، السيدة مسكينة تتبكي، الناس اللي تيقلبوا على العمره، تيقلبوا على الحج، تيقلبوا هاي العمره جات حتى لعندكم، ها هو الحج جا حتى لعندكم. السيده تقول لك انا عندي ولادي 5، الا بغى اي محسن بغى يعرف الحقيقه ديالي، بغى شي حاجه يجي ويمشي نوري حويجاتي فين كاينين، ولي ولادي فين 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 محطوطين. ملي تقول لك يا ولادي كل نهار بيتعدهم فوقنت، لدرجه ان تنخلي ولادي عند بنت اختي او عند شي ناس، وتنخرج نخدم في الديور، تنبيع الحوايج البالين. لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني لا حياه لمن تنادي، وحتى شي واحد بهذا المعنى، حتى شي واحد ما لقاها كما بغاها، ولكن كاين الناس، كاين المحسنين، كاين من كاين ذوي قلوب رحيمه، كاين الناس اللي تتقلب على الخير وما تتبانش، كاين الناس اللي الله يهديهم كيشوف واحد السيده مسكينه تتقطع، تتموت، تتبكي، تتعيش يوميا، تتعيش يوميا العذاب، يعني العذاب لا يطاق، وتزيدوها بالهم ديالها، تيبداو يصيفطوا لي كومونتير بنا تعالي عندنا بغيناك نديرو لك نفعل لك، واش ما يمكنش؟ راه ما يمكنش، راه هادي اعتبرها اختك، اعتبرها امك، اعتبرها خالتك، اعتبرها عمتك، اعتبرها بنتك. السيده مسكينه، سيدة تقول لك انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت انا شي بلاصه فين يتستر ولادي، فين ندخل ولادي، ما يمكنش اليوم اختي شاده ولادي، غدا خويا شادني انا ولادي، بغيت النهار الاخر غادي العائله، ولكن حتى لاش غيبقى هذا الشيء، ضروري غيجي واحد النهار اللي غادي نتلاح انا ولادي الزنقه، نتلاح انا وراجلي كيما تشوف في قمه المعاناه،
كتقول لك من راجل الشيفور ديال الطاكسي ومع كورتي ديال الطاكسيات وتيبات في الطاكسي. يعني نيلكم بس يعني نظر في هذه المعاناة، غادي ربما هي كما تلاحظوا متتبع قناة شوف تي في، السيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عرفناش، تنتمنى ما عرفناش اش ما عرفش انا كيفاش غنوصف الحاله ديالها، ولكن تنتمنى الناس يدخلوا على الخط، تنتمنى المتتبع قناه شوف تي في يتفاعلوا مع هذا اللايف اللي هو بث مباشر باش ينقلوا هذه المعاناه ديال هذه السيده الناس، حتى يشوف حتى الناس المحسنين تنتمنى باش يشوفوا الحال ديالها. غادي نخليو لكم التليفون ديالها تصلوا بها، اللي بغى يجي يشوف المعاناه ديالها، يشوف الحقيقه ديالها، يشوف حتى البلاصه فين كانت كاريه وجراو عليها وجراو عليها وجراو عليها مرارا وتكرارا. تتقول لك هي 14 عام وانا تنتعذب 14 عام ولا من دار لدار 14 عام، علاش؟ انا كنت غير خدامه وراجلي غير خدام ماشي مشكل، ولكن انا عاطله امي خمسه ابناء راجلي كورتي، حتى اني حتى ربما تتقول لك بعض الخطرات تنعش تنعس بالعشاء. غادي تقديها، عاودي عاودي دخلينا في المعاناه ديالك وعاودي عاودي لنا كيفاش تعيش انتيا. شوف اولدي انا عندي خمسه الوليدات، انا ولدي كنمشي للاناسي كنفرش، بعد الخطره اقسم لك يمين انا ولدي لك النهار اللي ما تنبيع والو ما كنبيع حتى حاجه، اقسم لك يمين الى صباعي كيجيو طيبين عليا، الا كذبت راه ربي فوق مني، كنجيب بعد الخطره 300 ريال 340 كي غدير ليها، يلاه قول لي كي غدير ليها خمسه نفوز، ماشي سهلة ماشي سهلة ولدي، عندي خمسة كنجي بعض الخطرات كنمشي نفرش في المسيرة، بعض الخطرات كنمشي لزباتة، ورغم هداك الشي كنجيب 300 400 كنقول اللهم لك الحمد، يعني بنت ختي تا هي مسكينة كارية على قد الحال، عندها بويات ومريح جالسة معاها، مرة كنخلي لها وليداتي وكنخرج، يعني كنطلب من الله والمحسنين يوقفوا معايا، بغيت نجمع وليداتي، بغيت نجمع وليداتي، الله يجازيكم بخير، الله يسهل عليكم، كنتمنى شي واحد يوقف معايا لله في سبيل الله، حتى حد ما كيدي معايا شي حاجة، والآخر أخويا ما كاين هو أن بنادم كيعيط ليا وكيستهزئ بيا. يستهزئ بيا وانا كنقول ليه راني ام وعندي خمسه الوليدات، لدرجه ولدي مسكين هو اللي ولا كيجاوب، البارح في البارح واحد معيط ليا كيقول لي يا اختي واش جايه انت وليداتك، كنقول ليه راه جايه انا وولدي، يا ولدي انا غنطلع شويه ولا مرها كان ديرني انا امك وديرني اختك وديرني خالتك، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، مهما بنت راه الا وربي اللي عالم بيا، راه ما عمرني كنت كنتوقع شي نهار وغيجي شي نهار وغادي نبان، ولكن لا اله الا الله بنت على ولادي، بنت على ولادي، انا كون بغيت داكشي علاش غادي نمشي ربي رجلي، انا مزوجه ورجلي كيطيبوا عليا صباعي قسما بالله، الا كنجي كندير لهم الدواء الاحمر الدواء الاحمر بعد الخطرات اقسم لك يمين الا دازوا عليا شي حوايج الضو ما كانش عندي، وكندير الشمع وما عمرني قلت غنبان، ما عمرني قلت غنبان، ندير الشمعة يعني نهار كياكلو نهار ما كياكلوش، لدرجة قسما بالله جيت لقيت البوطة ما كنيناش ما عنديش فلوس، درت فاخر باش طيبت لولادي، ولكن كنقول عادي كنقول لهم وليداتي قراو قراو ان شاء الله قراو، ولكن الجهد الى جهد الله، بغيت شي واحد غير يعاوني غير يعاوني، الله يجازيكم بخير الى ما عاونوني، كنطلب منكم تعاونوني كنترجاكم، الله يرحم ليكم الوالدين. والله العظيم إلى القلب يحزن القلب والعين تدمع لهاد السيدة اللي هي ربما أنا والله أنا بقات فيا، ولكن لا حياة من تنادي، تنتمنى من المحسنين من الناس يتفاعلوا مع اللايف يشوفوا هاد السيدة يساعدوها غير يساعدوها، تيقولك اللي تيمسح دم عادي اليتيم راه صدقة، غير حط غير انسان تيحط راس يدي على راس اليتيم راه صدقة، تنتمنى من الناس تفاعلوا مع اللايف، تنتمنى من المحسنين دخلوا سوا داخل المغرب وخارج المغرب، اعطيني التليفون ديالك.
06 04 48 58 38. عاوديها 06 04 48 58 38. الله يجازيكم بخير وتبت اشركم. وكنتمنى شي محسن يوقف معايا على ود الوليدات. الله يتيسر عليكم دنيا واخره. هادشي اللي كنطلب وكنطلب من جلاله الملك يعاونني. كنطلب من خوتي المحسنين يوقفوا معايا على وجه الوليدات. هادشي اللي غنقول لك اولادي. واللي ما عنده اللي ما عندوش باش يعاون غير كلمه طيبه، لا داعي انه يستهزئ ولا يقول شي كلمه ولا يعيط. حيت راه عندي وليداتي، راه عندي وليداتي الله يرحم ليكم الوالدين. وراني مره مزوجه وعندي خمسه الوليدات. الله يجازيكم بخير. في انتظار بث مباشر اخر تنتمنى هاد السيده تعاونوها، والله لا يضيع اجر المحسنين.